الموضوع صحيح احنا بنتابع اخبار الكورونا واوميكرون المتحور، ولكن حديث العالم اليوم عن حاجه جديده عن متحور كورونا. الامر الجديد الاثار جدل ايه؟ يعني قيل في الفتره اللي فاتت ان ممكن انه اوميكرون ينقل عن طريق العيون. يعني الاطباء قالوا، في بعض العلماء، والحقيقه يمكن كمان يعني جريده ديلي ميرور اعتقد البريطانيه كانت حاطه صور كده وقالت انه يعني ممكن انه يحصل عن طريق العين ينقل يعني هذا يعني المرض ده او اوميكرون تيجي يعني باي شكل من الاشكال. لكن خلينا نشوف الاطباء رايهم ايه، هم الفيصل، عشان كده هيكون معانا مداخله نعرف بالتفاصيل من دكتور محمد صلاح جعفر، استاذ العيون ورئيس هيئه مستشفيات العيون. مساء الخير يا فندم. النور يا فندم، زي حضرتك. النور على الساده المشاهدين. يعني يمكن كنا شايفين من شوية على ديلي ميرور، يعني إحدى الصحف البريطانية، اللي حتى صور وقالت إنه احتمال إنه جدا ممكن إن إحنا نصاب بالأوميكرون عن طريق العين. إزاي ده؟ يعني ممكن يحصل إزاي؟ بصي حضرتك، هو المؤكد علميا إلى الآن إن فيروس الكورونا ومتحوراته دلتا وأوميكرون بيدخلوا عن طريق الأغشية المخاطية الموجودة بتواجه السطح الخارجي للجسم. تمام. زي الأنف وزي الفم وزي الملتحمة أو الغشاء المخاطي اللي بيبطن العين. تمام. ليه بيخش عن طريق المكان ده؟ لأن ده بيتعرض للجو والرذاذ بتاع المرضى والفيروس المحمل في الرذاذ، فبيدخل عن طريق الأغشية المخاطية دي لأنها مليانة بالأوعية الدموية، وبالتالي بيخترقها وبيخش عن طريقها وعن طريق الدم بتاعها إلى مختلف الأنسجة في الجسم. فاحنا تمام. عندنا ثلاث اماكن او ثلاثه مداخل من الجسم بيدخلوا يعني الزور والانف والعين والزور والعين بالترتيب. طيب الصور اللي احنا بنشوفها على الشاشه دي يا دكتور، صور لناس عينيها حمراء جدا، دي نتيجه تمام. الاصابه؟ يعني دي تمام. بدايه الاصابه تمام. ونتيجه الاصابه هذا الاحمرار الشديد تمام. يعني نوضح بقى ايه، انه الفيروس لما بيدخل وبيصيب الغشاء المخاطي للعين او الملتحمه بيسبب فيه اعراض بسيطه جدا، هي عباره عن حمار في العين، دموع مستمره، الضوء يضايق شويه، بنلاقي ورم خفيف في الجفن. دي الاعراض الغالبه اللي بتمثل الغالبيه العظمى من اعراض العين. هو السؤال المهم بقى، هل ممكن مريض اللي عنده كورونا وجاله الاعراض بتاعتها في عينه ممكن ينقل عن طريق عينه المرض بالزبط. لواحد تاني؟ حقيقي. كويس. الى الان لم يثبت علميا الا حاجه واحده، ان الفيروس موجود في السائل الدمي، يعني الدموع بتاعه العين للعيان اللي عنده الكورونا ومتحوراتها بيبقى الفيروس موجود في السائل. فمثلا العين جت على الايد، لمس الشخص التاني بالزبط. خلاص تمام. او استعمل منديل او استعمل منديل او ايا كان بالظبط، او الاطقم الطبيه اللي بتتعامل زي دكاتره العيون والاطقم الطبيه من التمريض وغيرهم اللي بيتعامل مع مريض الكورونا عن طريق عينه، ممكن جدا الدموع دي تنتقل الى منديل، الى سطح صلب او الايد بتاعه المريض، ويلمس مريض تاني او انسان تاني، تنتقل بالتالي احتمال العدوى، لكن ده شيء ليس مؤكد. يعني سؤال تاني بس يا دكتور، يعني دلوقتي الـ 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 الصور اللي عندي على الشاشة بتقول العيون الحمراء دي بداية الأعراض ولا بالضبط. دي نتيجة الأوميكرون على طول بتظهر مباشرة؟ يعني اللي بيجيله في الزور بيحصل له زور بيوجعه يعني، لكن تمام. دي لما العين تلتهب كده، هل العين تلتهب والزور ما يجرالوش حاجة فيبقى العين هي الأعراض؟ بصي حضرتك، أساساً الحاجة الأساسية اللي تمثل أكتر من 90% إصابات كورونا ما بتصيبش العين. كويس؟ نسبة بسيطة جدا اللي قد تصيب الجسم والعين. لكن لو أصابت العين بتصيبها كأي فيروس بيصيب العين بتسبب أعراض خفيفة. لكن في معلومة مهمة لازم نوضحها للسادة المشاهدين، إن في الأول كان الفيروس بتاع كورونا متوقع منه أو اللي إحنا عارفين عنه أو اللي عرفناه عنه إنه بيصيب الجهاز التنفسي فقط. تمام. بعد شوية اكتشفنا انه لا، ده هو بيصيب الاوعية الدموية في كل مكان في الجسم. وبالتالي اصبحنا بنشوف اعراض غريبة غير الاعراض اللي بنشوفها طبيعي في الاجهزة او جهاز التنفسي. مظبوط. فمنها جه مسألة العيون دي كمان. فبنشوف جلطات بتحصل عندنا، ونشوف جلطات بتحصل في الشبكية في الوريد او الشريان بتاع الشبكية، ونكتشف ان ده كان بسبب كورونا. طيب
فدي يعني نقطة مهمة جدا، دي نقطة عشان مهمة تبقى واضحة أكيد للناس. جدا. كان في كده السوشيال ميديا طرحت، كان في مسلسل للفنان يوسف الشريف، وكان قال في المسلسل إنه العدوى ممكن تصيب العين، تصيب العين بالعين. لا ما طبعا يحصلش. مفيش الكلام ده خالص. يعني لا أنا مش لا هبص لحد، أنا عندي كورونا، لازم يبقى في تلامس، لا لازم لا التلامس. خالص. خالص لازم يكون في تلامس علشان يوصل للغشاء المخاطي، وبالتالي الفيروس يقتحمه ويخترق الأوعية الدموية بتاعته، وبالتالي ينتشر في الجسم. آخر سؤال، الوقاية، إحنا بنحط كمامة هنا، مش معها، مش هنخبي العينين كمان، هنعمل إيه؟ الوقاية بقى اللي هو كلور، بصي حضرتك، كحول وعلى الإيد بصي حضرتك، وغسل الإيدين. الوقاية أهم حاجة في الأماكن اللي بتتعامل مع العين، زي عيادات العيون ومستشفيات العيون وغيرها. تمام. لابد من تطهير جميع الأدوات اللي بتستخدم من مريض لمريض. يعني مثلا كلنا بنكشف عند الدكتور فبيقول لنا حط دقنك وبص قدامك وركز صح. في حاجه معينه. لما لازم كل الاماكن اللي جهاز بتلامس ضغط المريض العين ده مثلا، حتى لما الناس مثلا بتحط، بس اكيد ليه طريقه الاطباء مخصصه بالظبط. للتعقيم، الاجهزه بتاعت المصباح الشقي ليها اجهزه وادوات معينه للتعقيم. في كل مكان يتعامل فيه المريض في عينه لابد من اتباع الشروط، وكل مصر عارفاها، كل الاوساط صحيح الطبيه في العيون عارفاها. صحيح. لازم تعقم بين مريض ومريض، بين مريض ومريض، علشان ما نكونش في سبب، حتى لو هو نسبة بسيطة جدا، عشان الناس بس ما ما تخافش. تتخضش. الموضوع ما يستاهلش الخوف خالص خالص على فكرة. ايوه، هي اعراض ممكن تيجي لحد وما بسيطة تجيش لحد. جدا بسيطة، مظبوط. وبنسبة 99% بنسميها سيلف ليمتد، يعني بتنتهي لوحدها في العين تمام. بدون أي حاجة. نادرا ما بتكون فيها أعراض أكتر، ودي زي ما قلت لحضرتك نتيجة إصابة كورونا للأوعية الدموية. أكيد. وعشان دلوقتي برضو لو أي حد سمعنا يا دكتور مثلا عن إحمرت، ما يبقاش قلقان، ما هو مش معنى إحمرار خالص العين يبقى أنا عندي كورونا. خالص بالظبط خالص. إحنا بالظبط. في النهاية عايزين نوصل رسالة لكل الناس والشعب المصري، الموضوع بالنسبة لنا إحنا في العيون حاجة بسيطة جدا، وما فيش أي قلق ولا ذعر. الحاجة أكيد. التانية إنه قد يكون من رحمة ربنا تحورات هذا الفيروس تؤدي إلى نهايته، لأنه نتمنى. كل ماذا ما أعراضه بتضعف، أكيد. بيزيد انتشارا لكن فبيضعف، أعراضه بتضعف فالفيروس بيضعف إلى أن يصل لمرحلة الإنفلونزا العادية، وده إن شاء الله إن شاء بإذن الله الله. متوقع، نتمنى جميعا وتنتهي بإذن هذه الله. الأزمة تماما. وندعو للشعب المصري وجميع شعوب العالم إن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله نعدي هذه أكيد الفترة تماما. أكيد. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد صلاح جعفر، أستاذ العيون ورئيس هيئة المستشفيات التعليمية. وناخد يعني في النهاية ناخد حذرنا، خلاص احنا مضطرين نغسل ايدينا، غسل الايدين ده مهم قوي. انت في الشارع تقدر يبقى معاك منديل تمسح ايدك، والتلامس يعني حتى انا ما المسش ايدي، من كلنا بقى بنطلع وبنلمس حاجات في الطريق وكده، فغسل الايدين وابقى متاكد على طول ان ايدي نظيفه، ما احطهاش على عيني او اي حاجه، وان شاء الله الدنيا تعدي يعني معانا قد ما نقدر.